انا شخصيا قابلت الراجل اللي وصفه، وراجل ايطالي اسمه نسيت حاجه كده اسمه ايه، بداوا يلاحظوا في المرض اللي عندهم فيكس دي ان عندهم كليرز، يعني عندهم جالهم حاجه غريبه لوزايتس الليفر بيوسي، يلاقوا جسم غريب وهم مش عارفين يكاركترايز، مش ماشي مع الهيباتيتس بي خالص، لغايه ما ويز انفستيجيشنز بداوا يكاركترايز الهيباتيتس دي فيروس، او هتلاقوا عليه يقول لك الدلتا هيباتيتس، تمام، لانه ديفكت فيروس حياته مرتبطه بالهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، ده الكود بتاعه اللي بيديله اكسير الحياه، من غيره ولا له اي تاني، عشان كده ما بيجيش لوحده، الاسوشن بتاعه هو ميرور ايمج للهيباتيتس بي، هما الاثنين يعني لازقين في بعض. الانفكشن يا اما تبقى كو انفكشن، يعني المريض ياخد الاثنين من الاول لان هما نفس الجروب اوف ترانسميشن، حتى نفس الانكيبيشن بيريد، شكرا جزيلا، نفس الانكيبيشن بيريد، في حاجه لسه فيها؟ مش عشان كل حاجه مهمه، يعني هو بيعيش بياخد الكود بتاع الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، يا اما الكو انفكشن يجوا الاثنين مع بعض من الاول، وده فرصه ان المريض يجي له فال من الارتباك فيلر عالي جدا لانه سيفير اكيوت انفكشن، بس المريض لو خف بيحصل كومبليتلي امبروفمنت. الكو انفكشن او السوبر اد انفكشن ان المريض يكون عنده هيباتيتس بي والدنيا ماشيه كويس خالص، يروح واخد انفكشن من الهيباتيتس دي اون توب، ده اللي بنقول عليه ايه؟ سوبر انفكشن، ودي نسبه الكورونستي يوتيرن كرونيك فيها اعلى بكتير. الكلام ده الستريتد في الجراف اللي موجود اهو. في الاكيوت كو انفكشن التشانس اوف ريكفري عاليه جدا. وده زي الهيباتيتس بي، لما يجي فلير وسيفير اكيوت هيباتيتس فرصه ان المريض يخف كومبليتلي عاليه جدا. غير الكو انفكشن السوبر انفكشن لا، نسبه الكورونستي فيها ايه؟ اعلى جدا. باختصار شديد الدياجنوز بتاعه اي اكيوت انفكشن هيباتيتس بتعمل اي جي ام، وفي الكورونيك بتعمل اي جي جي، والبي سي ار موجود في كل الايه؟ الستيجز بتاع الديزيز. ده باختصار شديد يعني. التريتمنت بيتعطى بياخد انترفيرون، مالوش اورال سيرام. التريتمنت بتاعه بيجايليتد انترفيرون. البريفنشن هو نفس الكلام زي الهيباتيتس بي، زي يعني البريفنشن بتاعه هو البريفنشن بتاع الهيباتيتس بي، لانه غير الهيباتيتس بي ليس له اي قيمه. تمام؟ فلو مريض جاله الهيباتيتس دي عايز تعمله اعمله تديله الهيباتيتس بي اميونوجلوبولين والهيباتيتس بي فاكسين. لو انت عايز تعمل كده. والجنرال ميجرز اللي هي متابعه في كل حاجه. تمام كده؟ ده باختصار شديد عن الهيباتيتس. الموضوع بقى الاهم اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الابر جي اي تي بليدنج. حد يحب يسال حاجه في الهيباتيتس دي او بي او سي؟ في حاجه في مشروعها؟ جي اي دي بليدنج از امريكان امرجنسي، وانت هتشوفه في كل ستيجز بتاعتك، وانت اندر جراديويت دلوقتي لو في لو حد مقيم في منطقه شعبيه او منطقه قرويه ومفيش حد له علاقه بالطب الا هو، اول واحد هيجيبوك انت، مع انك مش عارف حد، بس الكونسيبت بتاع الناس مين اقدر واحد يصيبك؟ اقرب طول لما تشتغل ان شاء الله ربنا يسعدك في الدرايف هيلث سكيل او حتى لو شغال في الجهاز بالمعدل اللي انت هتشوفه خاصه في المجال انت لان اعداد نسبه الاب جي اي تي زي ما قلت بقى شويه عاليه جدا. هتشوف لما تبقى بعد كده نايم في المستشفى وواخد نبطشين، حتى لو انت مش بتاع جاسترولوجي، في معظم الاحيان في المستشفيات العامه بيبقى نايم واحد شايل كل حاجه، نساء، جراحه، بطن، اطفال، كل حاجه شغال كل حاجه، فهتشوفه. ولما تبقى سبيشاليست في الكارير طبعا هتشوف كل يوم، بدل ما تشوف حاله كل فين وفين هتشوف كل يوم. فمحتاج انك يعني تاخد فيه كومبرهنسيف ابروتش كويس جدا. ان شاء الله دي النقط اللي احنا هنحاول نعطيها النهارده، الكوز في الابر جي اي تي بليدنج، احنا بنقسمهم في الابر جي اي تي بليدنج الى فارسيال ونون فارسيال. ليه فارسيال؟ لان ذا موست كومن كود ابر جي اي تي بليدنج في ايجيبت في مصر هو الفارسس، جلوبالي البيبتيك ألسر. يعني على مستوى العالم لما اتكلم على مستوى العالم لا البيبتيك ألسر اكثر شويه. في مصر الفارسس طبعا. تمام؟ الريسسيتيشن ثم الريسسيتيشن ثم الريسسيتيشن. هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. المنظار والاذر فارماكولوجي هتسيرفي، وهنتكلم برضو على اللي هو الجي اي تي بي. انا عايز الاول نحط سام ديفينيشنز، او عايزين نعرف ايه الفورمز اللي ممكن البليدنج يجي بيها. اول حاجه الهيماتيماسيس او الابر جي اي تي بليدنج، ده البليدنج اللي بيجي من الابر جت. الميد جي اي تي بليدنج من الفور جت. واللور جي اي تي بليدنج من الهايند جت، اللي هم ايه؟ بيقسم ما بين في ليجامنت كده بيمسك الفورس بارت اوف ذا جيجرام من الجيجرام اللي هو ليجامنت اوف تريتس. الجزء اللي قبل منه ده ابر جي اي تي بليدنج.
من اول ليجمنت اوف كريتس لما جه السكال فالف ده الميد انترنال بليدنج او بعدين فور جات. الهاند جات اللي هو الكور ده بيجي في صوره ايه؟ اللي هو جي اكتيفيتي. دي السايتس على حسب السايت. على حسب البرزنتيشن يعني المواد ممكن يجي يشتكي من ايه؟ اول حاجه الجوياك بوستف. كلمه الجوياك بوستف دي الامريكان بيحبوها جدا. انا قلت الكلام ده قبل كده. احنا يعني في التكست بوكس والتيتشر هتلاقي مكتوب اوكال جي اي تي بليدنج. تمام؟ التيست اللي بيتعمل عشان ديتكت الاوكال تي بليدنج اسمه ايه؟ جوياك تيست. تمام؟ يعني ايه اوكال جي اي تي بليدنج؟ يعني المريض مش شايفه. دم خفي. بالعربي كده اسمه دم خفي، حتى لما نيجي نطلب التحليل بنقول دم خفي في البراز اللي هو اختصاره الاف او بي تي. تمام؟ ده معناه ان كميه البليدنج اللي نازله فيها عنصرين مهمين. كميه صغيره اقل من 60 مللي بير 1 ابيسود. لان 60 مللي يديك 1 ابيسود اوف مليلا. الحد الادنى المطلوب عشان تشوف انت بلاد فرانكل كده في الاسطول 60 مللي. اقل من كده ما يظهرش. المريض ما ياخدش باله منه الا لما تعمل له ايه؟ التست. فده معناه انه كميه صغيره. الحاجه الثانيه انه لو بيسد يعني الريت اوف بليدنج قليل. لان لو كتير هيبقى بوليوم كتير كل شويه خطف نقطتين ثلاثه ويقفل وهكذا. ده عشان تشوفه لازم تعمل ايه؟ اللي هو الدم الخفيف في الوش. وده غالبا بيجي مانيفست بايه؟ انيميا. تمام؟ المريض ما بيشتكيش من حاجه ما عندوش اي مشاكل الناس كل شويه ناس مع مع الايه؟ مع المانيفستيشن اوف برايمري ديزيز يعني مثلا لو عند عنده بيكتيك كالسر يشتكي من ديسليبسيا ومعاه تلاقيه المريض انيميك تعمل له فيكال اوكال تبلوت تلاقيه تلاقيه بوستر. وده برضه داخل في السكريننج اوف كانسر كورن. مش عايز يعني اقص عليك دايره الحديث لكن الفيكال اوكالت بلاد ده تعمله لو انت شاكك في اي بليدنج ليجن في الجهاز السيروتولوجي والمريض مش شايف بعينه ايه؟ فرانك بلاد. تمام كده؟ الحاجه الثانيه يجي في بريء في صوره ميلينا. الميلينا اساسا از ان ابر جي اي تي سيمبتوم. وده معناه انه البلاد قعد في اليوم بتاع الباول من 8 ل 9 ساعات. تمام؟ وحصل له دايجيشن. عشان كده اللي بيتطبق عليه الشروط دي مين؟ البليدنج اللي جاي من فوق من الابر جي اي تي لانه بياخد وقت شويه على ما يمشي السمول باور واللارج باور فيحصل له ايه؟ يحصل له دايجيشن. لكن ممكن اللور جي اي تي بليدنج اللي جاي من الكولون يجي في ميلينا ده يحصل في مين؟ الله ينور عليك في الليجن الموجوده في الرايت سايد عشان قدامها مسافه لغايه ما يطلع بره مين تاني؟ لو مريض عنده اصلا كوليستريشن لان في وقت ان يحصل دايجيشن ليه؟ للبلد. تمام؟ هيماتوكيزيا او هيماتوشيزيا غلط هي هيماتوكيزيا اللي هو الفريش بليدنج بالريكتم. This is primarily a lower GIT symptoms يعني اساسا لا lower GIT. يعني البليدنج اللي جاي باللور جي اي تي معظمه تلاقيه في صوره ايه؟ هيماتوكيزيا. لكن برضه ممكن يبقى ابر جي اي تي بليدنج لو اتحقق الشرطين عكس الشرطين اللي احنا قلناهم من شويه. فوليوم كبير وتنظيف سريع. يعني المريض جاي بس ابر جي اي تي بليدنج الدم بقى بيبقى اكسبلوسيف باور يعني على طول هتلاقي الدم نازل احمر. بس ده غالبا لو هو ابر جي اي تي بليدنج هتلاقي فيه المريض واقع ضغطه واقع وضغطه عالي معناه ان في سبير بليدنج مع سبير له علاقه بالسن. لو البليدنج ماسل هتلاقي المريض هيموديناميكالي انستيبل زي ما قلنا بعد شويه ان شاء الله. وده ممكن يحصل في ايه؟ في الجسم. تمام؟ يبقى اول برزنتيشن الاوكال بلاد الستول الميلينا الهيماتوكيزيا وممكن يجي في صوره هيماتيميسيس. ده الموست كومن. موست كومن مانيفستيشن في الابر جي اي تي ان المريض يجي بايه؟ هيماتيميسيس. هيماتيميسيس بالعربي معناها ايه؟ فوميتنج اوف بلاد. مريض بيرد القيء دموي. في وحدات موجوده في المستشفيات اسمها وحده القيء الدموي عشان تتعامل مع الابر جي اي تي بليدنج. ليه؟ لانه عندنا زي ما قلت لكم هاي بريفلنس اوف سيروز زي ما قلنا ان شاء الله بعد شويه والبارسيال الايه؟ بليدنج. البليدنج ده يا اما يبقى دم صريح سواء متجلط كتل كلوت بلاد او فريش احمر او شفت انتوا اقول لك المريض يقول لك انا برجع حاجه عامله زي تفل الشاي. تفل الشاي ده معناه انه في كميه بليدنج صغيره قعدت في المعده فتره وتكون حاجه اسمها اسيد هيماتيم من دايجيشن من اتش سي ال. ده يقول لك يا مريض انا كبت يعني ايه ترجيع كده عامل زي تفل الشاي. ده مش دم يا دكتور ده عامل زي تفل الشاي. ده معناه انه في كميه بليدنج بسيطه وخدت وقت شويه في الاسلوب. لكن الهيماتيمسيس يا اما المريض هيجيب كلوت بلاد ده معناه انه في مسد بلاد وحصل له كلوتنج هتلاقيه كتل سوداء قرابي سوداء لما تشتغل هتشوف الكلام ده بعيد.
او يبقى البريدنج شغال فالمايه يجيب لك فريش دم احلى. تمام. في ترم جديد موجود اسمه اوبسكيور جي اي تي بلين، هتقروه برضه في الكتب المحترمه. والاوبسكيور جي اي تي بلين ده مش موجود عندكم يا ريت تكتبوه. الاوبسكيور ده يا اما في اوكلت يا اوفرت. اوبسكيور يعني حد يعرف بالعربي كلمه اوبسكيور يعني؟ مختفي. متداري. طب الاوكلت يعني ده متداري يعني مثلا واحد متداري. واحد ايه؟ متداري يعني. متداري. برافو عليك. حد فاهم حاجه ثانيه؟ متداري والله؟ امال الاوكلت خفي يعني ايه؟ ايه الفرق بين الخفي والداري؟ نعم. ده ممكن يكون مسل بس حاجه مغطيه عليه. مسل؟ ممكن يكون حجمه سيجنفكت يعني. تمام. هو عشان كده في منه اوفرت. اوفرت يعني انت شايفه بعينك ملحوظ. اوكلت يعني خفي. هو متداري فعلا. يا كلمه داري يعني اشكرك على هيدن سايز يعني. هيدن بالظبط. في بليدنج وانا متاكد ان في بليدنج لكن مش لاقي المصدر. يعني انا فاشل مش قادر اوصل السورس. عملت كل الانفستيجيشنز تحاليل وايمجنج وعملت منظار عيني وسفلي وما وصلتش للسبب. ده اللي ينطبق عليه كلمه اوبسكيور. سواء اوكل يعني مريض مثلا النهارده يجي لك مريض سيفير بالون انيميا تطلب له الاوكل بالضبط في الاسلوب يطلع بوست يبقى انت كده ايقنت ان في مصدر بينزل. نعمل له منظار عيني مفيش، نعمل له منظار قروني مفيش. تمام. تعمل له ايمجنج سي تي ام ار اي انجيوغرافي مش لاقي سبب. ده اسمه اوبسكيور اوكلت. او مريض جاي لك يقول لك انا بجيب منين اهو؟ تعمل له منظار معده تلاقي المعده كويسه. تعمل له قولون منظار قولون تلاقي القولون كويس. تعمل له سي تي انجيو مش لاقي البيبي بينزل. ده اوبسكيور اوفرت. في اكثر من 80% من الحالات بيبقى السبب سمول انستال كوز. عشان كده تم اختراع حاجه اسمها الكبسول اندوسكوبي. كبسول اندوسكوبي، كبسوله انا اتكلمت عليها قبل كده. الكبسوله دي عباره عن كبسوله فعلا قد كبسوله المضاد الحيوي فيها كاميرا بتصور الباول كلها. دلوقتي كانت في الاول معموله عشان السمول انتستين، دلوقتي بدات تخش في الكولون وحاجات ثانيه. بتصور لك بقى الانتستين انت مش قادر توصل لها. ليه مش قادرين نوصل لها؟ لانها 6 متر. في منظار ممكن يوصل بس ما بيوصلش 6 متر، ممكن يوصل. وتم يعني تحسين الكواليتي اوف انتيروسكوب اللي هو منظار الامعاء الدقيقه لكن برضه ما قدرش يوصل لكل السمول باول. واضحه يا جماعه؟ اللي يحب يستوقفني في اي وقت يجي يقول. الايه؟ موجوده بس ارخص واحده ب 10,000 جنيه. اه للاسف. للاسف الشديد. في منها نوعين، في منها زي الواي فاي كده اللي هو يعني ايه؟ وايرلس. المريض يبلع ويقعد جنب جهاز والجهاز يخرج منه. زي الواي فاي كده. وفي كبسوله ثانيه ب 10,000 بقى ان المريض يبلعها الثاني اغلى. يبلعها المريض ويعمل حمام في نت عشان لازم تطلعها من براسه وتدخلها على الجهاز يلقط منها السوفت وير يطلع لك بتاع بتطلع حوالي 10,000 صوره. واخد بالك؟ تقعد انت بقى ايه اسبوع تعمل لك شاف شاشه كبير كده تطلع الصور المهمه. خلاص هتلاقي واحد زي انا في الشباب في السفر المحترم بيتحايلوا على حد يقعد يقرا لان حاجه تديس جدا. انت محتاج تشوف 10,000 صوره عشان تطلع منهم الحاجات اللي فيها بصريه. تمام؟ يعني حاجه مزعجه. إيه الحمد لله الشريحه دي مش باينه عندكم. 50% من الابر جي اي تي بليدنج ات ليست بريزنت ويز هيمديسيس. على الاقل. لانه زمين او تشيف من سنتر اللي هو الهيمديسيس. ده مريض 63 سنه مشكلته ان هو جاي يقول للدكتور انا بنزل دم من تحت. بيقولوا على الشرج الخاتم. برضه عشان الناس اللي هتشتغل تبقى انت عارف لغه المريض يقول لك انا بنزل دم الخاتم. خاتم ايه يا عم؟ فلازم تبقى انت فاهم القصه. او من الشرج او من تحت يعني كلها مترادفات متساويه. انت بس لازم تبقى انت فاهم لغه الحوار بتاعت المريض. احنا مره ما عرفناش. وبعدين بيقول لك ان انا ايه بنزل كميه كبيره جدا وشكله مارون كلر ده يعني احمر داكن. تمام؟ عملت في خلال الثلاث ساعات فتحه اربع مرات. تمام. وانا حاسس ان انا ايه مصدع وزي ما اكون قاعد رايح الحمام. الجمله دي مهمه جدا. الجمله دي تعني ايه؟ الله ينور عليك. في اورثوستاتيك هايبوتنشن. عشان كده الصح ان المريض اللي في جي اي تي بليننج ما يروحش الحمام لوحده. ولما يروح الحمام يروح على كرسي. وعلى الاقل يكون معاه مرافق. الحاجات دي ساعات بتعدي علينا. يعني لسه جاي كنت بمر مع النواب عندنا في مريض عنده كرونيك هيباتيك انفالوس. والسرير بتاعه محطوط في وسط العنبر.
والجناب بتاع السرير مش مرفوعه والمرافق مش موجود، ده هيقوم يروح لازق في الحيطه كل سنه وانت كده. فالحاجات دي خلي بالك منها، حاجات بسيطه لكن ممكن تخلي يعني تفيدك. هو الهيد رايت عندنا البين نوزيا فومتنج اند تيزنال بريتشنج نو هيستري اوف هارت بيرن ديسفيجيا ويت لوس، يعني من سكسيون مالينسي مفيش ملينا مفيش حاسه ضيقيه ولا كونستريشن ولا هارد ستول، ما جابش جي اي ابر جي اكيد ليدنج قبل كده. وطبعا هم بره بيعملوا سكريننج اندوسكوبي في الافريج ريسك بوبوليشن من سن 50 سنه، فهو كان عامل الايه؟ السكريننج اندوسكوبي بتاعه كان عنده دايفرتيكولوس ما كانش عنده بوليكس ولا حاجه. المريض عنده هبات سي، عامل كورونري ارت، عنده كورونري ارت ديزيز وجاله هيستوري اوف ام اي قبل كده، عامل ابدومينال اورتيك انيوريزم ريبير وهايبر تنسيف وهايبر كوليسترولميا وعنده لوبك بين، يعني بناخد نون ستيرويدال، يعني بمعنى اخر كل ريسك فاكتورز اوف بيبتيك ارثر ديزيز. تمام؟ ده التريتمنت بياخد كمان اسم الكلوبيدوجرين ودي هاي ريسك ميديكيشنز للبيبتيك ارثر فاكتورز. انت لما بحثته ضغطه 100 و175 ده نازل، البلس 100، في اورثوستاتيك تشينجز زي ما كانت الدكتوره بتتكلم. يعني ايه اورثوستاتيك هايبرتنشن؟ لما يقع في يدوخ يقع اجاجاف اجع مش انا بقولها كده اجاجاف لها 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 اكياس. مش هتقول يولوجي ولا انت مش هنا ولا ايه؟ لازم تقيس المريض الضغط وهو قاعد وهو نايم وصباين وفلان. لو الفرق زاد عن 20 ده يدخله كورتستيس. ده حاجه مهمه جدا يا جماعه. تمام؟ المريض الف وكويس بس ايه؟ بدا يبقى انكشس. خدت الشوك؟ ما خدتش الشوك. طيب ان شاء الله عشان سبت كمان. انا والله في الجراحه، لا في الجراحه موجوده في الجنرال سيرجري. المهم في ميد لاين سكار، الابدون مش تندر ولا حاجه، مفيش اورجانوميجن، مفيش سبلين، الريكتال اكزامينيشن في بلاد. ده اللاب بتاعه، بليتلتس نازله 110، الالبومين يعني ابر لور نورمال، الاي ان ار برولونجد، ليفر انزيمز مينيمال انفيشنز، والميكرو كريت نازل. هنتكلم على الحاله دي بعد شويه في الريسسبيشن. تمام؟ الحاله دي مثال لكلاسيك بيشنت انت هتشوفه كل يوم. مريض اولد ايج كارديو فاسكولار ريسك فاكتورز، ماشي على اسبرين وكلوبيدو جريل، وكمان عنده لوبك بين زي معظم الناس الاولد ايج فبياخد نان ستيرويد، دي كلها ريسك فاكتورز للبيبتيك انسر ديزيز. تمام؟ وفي الاكزامينيشن ما لقيتش يعني ما لقيتش اي حاجه سيجنفيكانت تغير هذا الديفرنشال ديجنوز، غير لما نيجي عندنا في المريض تبدا تحط عنده تلاقي في سبلين وفي سبايدر ميباي وفي اسايتس اللي هو الريب انيما، يبقى انت بتتعامل مع حد ايه؟ فارسيال كارد قبل انت ايه؟ ما تعمل انفستيجيشنز، لانه في المانجمنت هقول بعد شويه محتاج تكون زي ما بيقولوا في المثل الشعبي سبع صنايع في نفس الوقت. هنتكلم عليها بعد شويه. بس كريمايندر دي ذا موست كومن كوزز اوف ابر جي اي تي بليدنج. الجي ابر جي اي تي بليدنج يا اما كوزز جنرال يا لوكال. الجنرال قليل جدا انك تلاقي مثلا بودي عنده بليدنج تندنسي، عنده بيربرا، عنده ليكيميا، عنده وات ايفر وجايب هيماتيمسيس. انا شفت حاله وحالتين يعني الفتره الطويله دي، يعني مش كتير، ان المريض جايب هيماتيمس عشان عنده سلوك سايكوجينيا. هتلاقيه مانيفست بحاجات ثانيه قبل ما يجي لك بالايه؟ بيجي كبير. لكن اهو تبقى عارف حاجات اللوكال دول ذا موست كومن كوز، البيبتيك ألسر ديزيز والفاريسس. في ناس بتقسم الكوزز بترصها كده، في ناس تقسمها اوسوفيجاس، مش عارف استومك، ديودينام، بيلاري سيستم، بنكرياتيك، انت قسمها زي ما يعجبك، المهم انك تبقى عارفهم كلهم في الاخر، وتبقى عارف ان ذا موست كومن كوز في ابر جي اي تي بليدنج اللي يعدي فوق ال 90% من الكوز او 95% البيبتيك ألسر والفاريسس. عندنا في مصر ذا موست كومن كوز از فاريسيال بليدنج، لازم تعرف الكلام ده كله. الاسوفاجيتس كروزيف او كلام من اليونايتس، المالوري بايس تيرز ديت في الناس اللي عندهم ريت بيرجعوا كتير جدا لما يعصوا نفسه، لان انتوا عارفين الفوميتنج از ان اكتف بروسيس مش باسف، مع الترجيع الجامد يحصل كراك في اللور اسوفاجيتس، دي هتشوفناها برضه مش كتير لكن شفناها. تمام؟ لو المريض بقى كومبليكيتد اكتر والتير ده بقى ترانس ميورال يعني خد الاسوفاجيتس كله، بتبقى اسمها بورهيف سندروم، بيبقى معاها ميجاسايلايتس ودورال فيوجن. في جنرال مشهور قوي توفى بيها بس انا مش فاكر هو مين، حد كبير يعني توفى بالبورهيف سندروم مش المالوري بايس، لان المالوري بايس دي حاجه يعني بسيطه بتعدي. تمام؟ بعد كده الفاسكولار اكتيزيا، ان تلاقي في تلانجكتيزيا فاسكولار ابنورمالتي موجوده في البول، دي هتشوفها كتير في الاطفال. كان زمان وانا طالبه كان في واحده قاعده في الاطفال بتاع خمس ست سنين عشان عندها هيريديتري هيموراجيك تلانجكتيزيا موجوده. تمام؟ اي مالجنسيز اسوفجيال جاستر الكلام من ده ممكن يجي بابر جي اكتيف بليدنج. ديلافويز ده فاسكولار ابنورماليتي
بيبقى بليدنج فيزل كده موجود في الفندس والاستومك، ودي برضه حاجات مش كتير. الاورتو انتريك فيستا از افيتال بروسيس، والمريض ده عنده ريسك ليها. الراجل ده عامل اورتيك ارتري ابدومينال اورتيك انيوريزم ريبير. لما تاخده الجراحه ان شاء الله لو في ابدومينال اورتيك انيوريزم بيتقص وتحط مكانه حاجه اسمها داكرون جرافت. المهم ان ممكن الاورتا يفتح في السمول انتستين. انا ما شفتش، انا شفت حاله سسبكتد والحمد لله ما طلعتش، لكن الناس اللي شافوها غالبا المريض بيموت ما بيلحقش، لان ده ايه لو فتحت اورتا بينزل. تمام. الهيموبيليا مريض ساعات نعمل له مثلا، انا ناشر كيس ريبورت قبل كده، مريض بنعمل له ليفر بايوبسي يعني خرمت فتح لاف فيجن في الكومبال دكتور وعمل بليدنج وكان جايب بليدنج وده عدى كونجنت. في حالات ثانيه ممكن يضايق، لان انت بتفتح بلاد فيجن على السي بي دي فالدنيا ايه مفتوحه. الهيموساكتس بانكرياتيتس حاجه ان كومن، انا ما شفتش منها حالات، ان ممكن يحصل اكيوت هيموراجيك بانكرياتيتس وينزل البلاد في البانكرياتيك داكت على الديودنم ويرد لفوق، يعني قصه طويله كده. ده يجي بميلينا اكتر من يجي بايه بهيماتيمسيس. واضحه يا جماعه؟ اللي حابب يستوقفني في اي وقت يا ريت يقول لي. ده بقى صورة الكانسر. الفيروس اللي عندنا طبعا كتير الاسوفيجايتس، الكانسر اسوفيجاس، كانسر استومك، دي كده جاكيزا. يعني هي لو واضحه من هنا في الكمبيوتر اوضح شويه من الصور. هتلاقي فاسكولا سبوت كده موجوده وبنكويها بالالبوم، ده بروب بتاع الالبوم بلازما، بس دي يعني موجوده مش نوت يعني نوت اللي هو جي تي بروب عليه. خلصنا او اتكلمنا على يعني ايه ابر او جي اي تي بليدنج، السورس المانيفستيشن اللي ممكن يجي والكوز بتاع ابر جي اي تي بليدنج. في حاجه حد يحب يستوقفني فيها قبل ما نكمل؟ ده اهم حاجه، مانجمنت اوف ابر جي اي تي بليدنج. واللي ما يعرفوش المفروض ما ينجحش يبقى كده. اللي ما يعرفش هاو تو مانج اكيز اوف اكيوت ابر او ايفن لور جي اي تي بليدنج شود نوت باس. ليه؟ لان ذيس از ا ميديكال ايمرجنسي ولايف سيفنج. لو ما خدتش فيها اختبارات سريع ممكن المريض يموت. وعايز برضه ابقى اونست معاكم، الابر جي اي تي بليدنج فاريبل، يعني ممكن المريض يجي بحاجه بسيطه جدا وبحاجه سيمبل بسيطه، وممكن تبقى حاجه جريف، لكن انت محتاج انك تاخد كل البريكوشنز مع كل الناس. وفي الاخر هقول لك ازاي تفرق ما بين، يعني ممكن تبقى قاعد في الاستقبال المريض يقول لك انا برجع دم، قول لي راجل اروح نفسي. وفي مريض لا ما ينفعش اروح، وممكن تمنعه انه يروح، يعني انت معاك فاسيلتيز في الامرجنسي انك تمنع المريض انه يروح بيته لو في لايف شريتنج على المريض او على حد تاني. تمام؟ فنفسه انت محتاج زي ما كنت بقول شويه، محتاج سبع صوابع، محتاج تاخد من المريض هيستوري وانت بتعمل اكزامينشن بتتكلم معاه وبتقول للممرضه اسحبي الانفستيجيشن الفلانيه وبتكلم فوق العنبر او العنايه عشان المريض يطلع. لازم دول يتعاملوا في نفس الوقت. المريض ده بتتكلم معاه وبتعمل اكزامينشن. وكل مريض اسحبي الروتين اللي هي المفروض معروفه وهتتكلم عليها دلوقتي. وكل واحد تاني كلم العنايه في حاله طالعه جي اي تي بليدنج. كل دول يتعاملوا في وقت واحد. تمام؟ نفس واحده واحده. الهيستوري، هل اللوكاليزنج سيمتومز ممكن تفيدني في حاله جي ابر جي اي تي بليدنج؟ اللوكاليزنج سيمتومز، يعني لو انا بتكلم معاه هقول له يا عم الحاج، هساله سؤال عن اللوكاليزنج سيمتوم، يعني في مكان معين في حاجه ممكن تفيدني؟ زي اديني مثال. زي الفيبتيك ألسر. هيقول لي ايه؟ هساله عليه؟ في الله ينور عليك. ايه تاني؟ اقول له في وجع في معدتك؟ لو قال لي ايوه ده انا معدتي بتحرقني بقى لها ثلاث ايام، يبقى انا افكر في فيبتيك ألسر على طول او جسترايتس. ايه؟ ايوه ايه؟ اساله ويقول له ايه؟ انا بسال. جميل، في ديسفيجيا، ممكن افكر في كانسر، في كانسر. خاصه لو مريض 68 سنه زي اللي كنت بتكلم عليه. في حرقان جير. انا هسأله سؤال يساعدني. الجاستريك بين وبيسمع في الباك، بانكرياتيتس او جوتيك ألسر. تمام؟ يبقى اساله سؤال وانا بتكلم، في وجع في بطنك؟ في اي وجع في حته في جسمك؟ وانت بتشتغل. الحاجه الثانيه هيستوري البراير جي اي تي بليدنج. مريض الفيروسز بتاعنا ما بيخلصش في اول مره. مريض بيجي له قبل جي اي تي بليدنج يخش يعمل له مضاد يقول له زواري، يقول له تعالى بعد اسبوعين. هو بقى ايه؟ يروح البيت يجي لك بعد سنتين بيأتاك بليدنج. تمام؟ انا ده دول اللي العدد من قبل كده وحاجه دوت، يبقى انت خلاص القصه بالنسبه لك ايه؟ في نسبه كبيره خلصت. ده مش معناه انك مش هتكمل.
هتكمل هتكمل بس انت خلاص بقيت عارف ان انت بتتعامل مع موستري حاله فيرسيال جي اي تي بي. تمام؟ نون استرويدال كل الناس الكبار بياخدوا نون استرويدال. هتلاقي لو انت مثلا مصدع اقعد بس جنب جدك او جدتك مفيش حبال صداع يا حاجه هتروح مطلع لك خمس ست شرايط يقول لك اختار لك واحده منهم. مش بهرج والله يعني ده فيكسر. كل الستات بعد المنبوذ ماشيين بحاجتين شايلينهم على علاج الضغط وحبايب نون استرويدال. دي ريتيكولا سيستم وخلي بالكم دي واحده من اكثر الجروبس في الميديسن الابيوزد. النون استرويدال والبي بي اي والانتيبيوتكس. وبعدين اوفر ذا كاونتر احنا عندنا هنا في مصر مفيش ليميتيشن على الدواء انت في اماكن محترمه كتير مستحيل تاخد دواء. مستحيل لو انت عايز تشيل دواء مش ممكن. تمام؟ بعد كده الليفر ديزيز والسيروز يا دكتور انا باخد علاج الكبد. ما خلصت القصه. بس انا عندي طحال كبير 2 سم. تمام؟ يبقى انت القصه بالنسبه لك انت ده بتعامل مصري بحال فارسيال جي اي تي بليدنج. فاسكولار ديزيز. انا اصلا يا دكتور عندي اصلا بوتش حمراء في جسمي كله وكل شويه تنزف وتروح وتيجي. انت بتعامل مع كلانجكتيزيا. هيموراجيك ديزيز احنا انا واخويا عندنا هيموفيليا. تمام؟ يبقى انا من الاول اثرت المسافه على نفسي. الاورتيك ريبير زي ما قلت لكم يعني انا عامل عمليه اورتيك ريبير فده غالبا بنخاف من الايه؟ من الفيستلا لان ده يعني حاجه محتاجه انك تلقطها بدري قوي. راديشن اكسبوجر دي حاجه انت ربنا يعافي الجميع كل يوم عن يوم الناس بتتعرض لراديو ثيرابي فالراديشن بيعمل جاسترايتس وبيعمل كولايتس وممكن يعمل بليدنج. الفاميلي هيستوري او في شيء بليدنج زي ما قلت لكم الهيرديتري هيموراجيك ترانزكتيزم. فيزيكال اكزامينيشن انا بتكلم مع المريض وانا شغال الفايتال سايز زي ما قلت قبل كده اتسمت فايتال لانها فعلا فايتال. في هنا حاجتين في غايه الاهميه في اي حاله بليدنج في اي مكان يعني جي اي تي بليدنج جاينكولوجيكال بليدنج سيرجيكال بليدنج ابيستاكسيس ايا كان البلس والبلبرشر. لان زي ما اتكلم بعد شويه دول الماركرز الكلينيكال بتوعك اللي انت بتتابع بيهم المريض داخل على شوك السيفيريتي اوف بليدنج. بلس بلس يعني بلد بريشر ينزل معناه المريض فيه خرطومه يعني حنفيه الدم مفتوح. والاورثوستاتيك هايبوتنشن ده مهم جدا عشان كده المفروض المريض ما يتحركش مع السرير. ابدومينال تندرنس لو انا بعمل اكزاميشن ايه التندرنس في الابيجاستلم يبقى انا مسلم بتكلم زي ما كان الدكتور بيتكلم مع ايه؟ بالالسر. لو انا بحط ايدي لقيت فيه سبلين يبقى انا بتعامل مع حاله فارسيه سبلين مسلم. تمام؟ لو انا بعمل سكين اكزاميشن في صوره موجوده في كتاب معانا بنت كده بتجي لنا بيتس جيجر سندروم عندها بيجمنتيشن واضحه جدا. الاستجمام بتاع كل كيبل زيل بينكم مثلا اللي هو الليمب ايديما الاسايتس الكلام ده كله. الريكتال اكزامينيشن هتاكد ان انا اشوف فيه بليد. ساعات يجي لك مريض يبقى انت مش مصدقه. مش مصدقه او جاي المريض في كوما. وخلي بالك الجي اي تي بليدنج الواحد البرسنتيشن بتاع الفاتك من بالوس. عايز تشوف واحد جالك في الكيبل بتاع الشيكو بليدنج ولا بتعمل له بي ار وتشوف لو في بلاد ولا مفيش. البلاد ده بلاك يعني جاي من هنا ولا فريش جاي من تحت. لو جاي بجي اي تي بليدنج في بايلز وفشر قدامك هو كوز بليدنج ولا مفيش. ودي حاجه في غايه الاهميه. تمام؟ دي مش انا هقول لكم بس انا هنا في اللاب فيه روتين ابر جي اي تي بليدنج في حاجات روتين المفروض الممرضه تبقى عارفاها او هي عارفاها انت غالبا مش انت اللي مش هتبقى عارفها. سي بي سي ليفر فانكشن كيدني فانكشن الكواجيوليشن بروفايل ده حاجات روتين. ليه بنعمل كواجيوليشن بروفايل؟ عشان المريض ممكن عنده كواجيوليشن وهي السبب اصلحها. بياخد ماريفان وعنده اوفر دوز اصلحها. كونك ليفر ديز وعنده ديفيشنسي فدي له فريش فروزون بلازما. تمام؟ سي بي سي عشان الهيموجلوبين والهيماتوكريت فمحتاج ان انا اتابع بيهم الاثنين. الهيموجلوبين ما بدي بلاد ترانسفيوجن لو البلاد نزل تحت السبعه. الهيماتوكريت بتابع فيه ريسبونس للبلاد ترانسفيوجن. البليتلس لو تحت ال 50000 محتاج ان انا ادي المريض بليت ترانسفيوجن. الكرياتينين والكيدني لانهم بريدكتور للسيفير هايبوفوليميا بتاع كل ما في هايبوفوليميك شوك الحاجات دي بتنط لفوق. التايب والكروس ماتشنج بعمل ايه عشان المريضه تسحب تقول المريض ده عينته ايه موجب وتبعد عينها الكروس ماتشنج اللي عشان بعمل يجهز لك دم. انت مش يعني في لحظه من اللحظات هتحتاج دم مش هتلاقيه فلازم يكون الايه؟ بلاد بانك عندك جاهز كمان. انت بتتعامل مع امرجنسي سيتويشن. الايمجنج ستادز المريض ستيبل يستحمل تبعته السونار ويقول لك ده كرونيك ليفر ديزيز في سيروزس وسبلين وبورتال فين واسايتس القصه خلصت. ممكن الايمجنج ستادز تتنوع ممكن تحتاج الجيوغرافي لو انت مش لاقي بليدنج سورس بس الكلام ده في الانيشال تريتمنت ما بيتكلموش عنه لا تحتاجه في المرحله المتقدمه لانه بعد فتره انت بتعمل اكزامينشن
وهيستوري في ثواني وتبعت لاب وبعد كده لسه ست شهور على طول. اهم من اي انفستيجيشن، اهم من المنظار واهم من اي حاجه، انقذ حياه المريض. يعني دي البروجيكتورز اوف في بعض السنترز انه يحب يركب المريض نيزو جاستريك تيوب عشان يشفط منها يشوف فيه دم في معده المريض. لو انت النهارده محتار المريض ده جي يعني المريض جاي بالمينينا ومفيش هيماتوريسيس ومش كرونيك ليفر ديزيز، فانت محتار دي امر جي انتي بليدنج ولا لور، ركب له رايل واسحب منه. تمام؟ شوف لو لقيت فيه بلاد يبقى ده امر جي انتي بليدنج مش لور. لو لقيت البلاد ده بلاك يعني اللي هو الكواجيليت بلاد اللي هو الدارك يعني معناه ان البليدنج ده ايه؟ بقى له فتره وكميه مش كتير قوي. لو لقيته فريش معناه ان المريض بينزل دلوقتي. وده مش معناه ان انا لو ركبت نيزو جاستريك تيوب وسحبت ومفيش براد اللي مش ابر، لان ممكن يكون مثلا ابر بس مليون بيعمل مليون. تمام؟ لكن موست لو لقيت فيه خلاص جود بوزيتيف بس لكن مش جود نيجاتيف. تمام؟ احنا كمان بنحتاج النيزو جاستريك تيوب ان احنا بنغسل بيها قبل المنظار، يعني بنغسل المعده بالسلاين سائل كولد سلاين عشان لو في بلاد ولا حاجه ينزل. انت النهارده لو دخلت المعده ولقيت الاستومك فول بلاد ممكن تمس ليجن، يعني ممكن البلد يجي على ليجن تحت اللي هي السبب البليدنج ما انت شايفه، وده فريكوينت اللي بيحصل للاسف. ابر جي اي بليدنج ماست بي ويل كونسيدر ان بيشنت وذ سيفير هيماتوكيزيا ايفن لو النيزو جاستريك تيوب اسمنت. يعني زي ما قلت لك قبل كده ان لو البليدنج سيفير جدا ممكن المريض يجي بهيماتوكيزيا حتى لو انت عملت الايه؟ النيزو جاستريك تيوب ولقيته نيجاتيف. الانيشال اسسمنت ريسسيتيشن انقاذ حياه المريض از ابريوريتي. تمام؟ ريسسيتيشن اللي هو اللي ما اعرفش بالعربي اللي عاشه ولا حاجه زي كده اللي عاشه يعني. تمام؟ يعني انقاذ حياه المريض اولويه على اي حاجه. ما يجيش مريض مثلا ضغط 70 50 دول يخشوا المنظار هيموت قبل ما يخشوا المنظار. تمام؟ ريسسيتيشن ودي قاعده عامه في كل البليدنج بقى، يعني ده مش كلام للابر جي اي تي بي. اي بي سي Airway Breathing Circulation Airway Breathing Circulation ده موجود في كل انواع الشوك وكل انواع البليدنج. تمام؟ الجدول ده مثلا عندك تاخد بالك بس من الحاجات المكتوبه بالاحمر عشان كده كنت بسالكوا على الشوك. كل ما المريض الفاقد في البلاد يكتب كل ما البلس يعلى والبلاد بريشر ايه؟ ينزل والمريض اللي يبدا يكون. هما مرتبطين ببعض. في ماسك بليدنج البلس يعلى بلاد بريشر يصير المريض يبدا يتوه منه. لانه في برين انوكسيد موجود. واضحه؟ النقطه دي مهمه جدا. دي يعني ده التولز بتاعتك وانت بتتعامل مع المريض في الايه؟ في الاي ار. بلس بلاد بريشر دول في غايه الاهميه. كل ما المريض بينزل اكتر كل ما البلاد بريشر بيصير اكتر والبلس يعلى كمان بنسافر الميكانيزم. الكلام ده المفروض تاخد انواع الشوك في الجراحه ان شاء الله. يعني مش عايزك تحكي لو عندك تفهم بس القصه دي. تمام؟ طبعا المريض لما بيجي لك زي ما قلت لك الاير واي تطمن ان في بيتنت اير واي. لو انت عندك اي ريسك ان المريض هيأسبيريت لازم تركب له انتر كال تيوب، الكلم بتاع التخدير، او انت بعد فتره ممكن تعالى وتركب له تيوب. يبقى اول حاجه الايه اللي هو الاير واي، اير واي بروتكشن. لو المريض مكون او في ماس بليدنج ممكن ايه تهيبه تركب له انتر كال تيوب. تمام؟ بعد كده البريزنج تحط المريض ماسك اكسجين او نيزل كامله بحيث يبقى فيه اكسجينيشن. السيركيوليشن لازم تركب للمريض اتليست تو لارج بور كانولا. خدتوا الكانولات؟ هتركب المريض على الاقل اثنين كانولا بمبه. احنا الكانولا دي اللي هو اللي هي الفينس اكسس ده في منه الوان، اللون الازرق اللي هو اس 22، اللون البمبه 20 والاخضر 18 والرمادي او الجري 16. في واحده صغيره خالص 24 بتاعت الاطفال الصفراء. تمام؟ الحد الادنى انك تركب اثنين خطر او تركب له سنترال لاين. المريض ده لحظه من لحظات ممكن ما تلاقيش اي فين من الماسك بليدنج ما تلاقيش فينس اكسس، فكل ما تلحق تركب كل ما كان معاك اكسس كل ما كان معاك تولز انك تقدر تتصرف تدي بلاد تدي فلويد تدي انجكشن غير ان انت تفقد كمان البريفرال لاينز يبقى انت خلاص المريض ايه؟ راح منك. تمام؟ المحاليل بنقسمهم برضو الكلام ده شغل جراحه الكولويدز والكريستالويدز. خدتوا بتاخدوا اسيو ولا السنه الجايه؟
المهم المحاليل كلوس وكريستالويدس. كريستالويدس اللي هو ايه؟ اللي هي ميه مضيفه حبه املاح. اها يعني افضل واحد فيهم محلول ملح مش الجلوكوز. دونت يوز جلوكوز في حالات الشغل. ده اكتر من سبب ما بيروحش في السيركيوليشن خالص على طول هينزل في اليورين. الحاجه الثانيه بيعمل لك بيقلل الفيزيولوجي بتاعت البلد. تلاقي الدنيا قديمه وكلام ده. احسن حاجه وده متاح وموجود الايزوتينك سبب اللي هو بوينت ناين. في حاجه اسمها كولويدز اللي هو بقى محطوط فيه مولكيولز كبيره بتحافظ على ايه؟ على البريشر اللي هو زي الالبوم. او في حاجه اسمها استريل والاكسترا والحاجات دي موجوده. دي افضل لكن غالبا المرضى والحاجات المتاحه ليه؟ الايزوتينك سبب. You have to assess the need for the patient for the ICU admission. احنا في كل المستشفيات الكبيره في وحده قيء دموي موجوده في كل المستشفيات الكبيره وفيها فاسيلتيز وفي اي سي يو. يعني هي وحده قيء دموي ومعاها اي سي يو. يعني مثلا في الجامعات الكبيره في اي سي يو هيباتولوجي فممكن تقدر تحجز المريض فيها. لو احتاجت فانت يحتاج على تي تيوب يحتاج وات ايفر فانت موجود عندك. الترانسفيوجن بندي في الفاريسيل بليدنج ما بنديش الا لما الهيموجلوبين يوصل 7. ليه؟ لان الاوفر ترانسفيوجن ممكن يخلي المريض ينزف لانه بيعلي الايه؟ البريشر بيخلي المريض ينزف تاني فما بنديش الا لما الايه؟ الهيموجلوبين ينزل تحت 7. تمام؟ الفريش فروزن بلازما بنديها لو الاي ان ار فوق 1.5. البليتلس ما بنديش الا البليتلس نزل تحت الايه؟ تحت 5. الترانسفيوجن يعني مش كل واحد هياخد ترانسفيوجن. تمام؟ الجمله دي لو ما طلعناش بالمحاضره غير بالجمله ديت يبقى احنا نجحنا. سامعني؟ ايرلي ريسسيتيشن مش ايرلي بس ايرلي اند اجريسيف ريسسيتيشن وسبورتد ميجرز ار كريتيكال تو ريديوس مورتاليتي. مورتاليتي المريض فعلا ممكن يموت منها في ثواني يعني في وزن فيو اورز فيو مينتس ايفن المريض يو كان لوس يور بيشنت. بليز 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 لا تتعامل مع اي مريض شيء اي تي بليدنج بهواده. المرضى عندهم كالتشر غريبه تقول تعالوا المستشفى كانه بتقول تعالى مجنون. هتعمل منظار كانك بتقول له البقاء لله. تمام؟ يعني انا كان عندي مريض من 3 ايام ما اعرفش جايز قلت الكلام ده في المحاضره امبارح. المريض بجلسه البيت بقى له 6 شهور بيلف او 7 شهور بيلف خد كل انواع الديب اي اللي في العالم مش اللي في مصر بس. تمام؟ ببص عليه بالسونار لقيت الجاست الجول قد كده يعني ذيس از كانسر استومك عشان حتى كده وعلى شفت كانسر استومك بدون منظر هتعمل منظر بكره على حد. لا لا مش هعمل لو حتى هموت خلاص فضل شفتك علاج المنظر عايز خليك شرد خليك شرد مع المريض لو حال جي اي تي بليدنج ما ناخدهاش بايه؟ باستخفاف. ده حاجات اعرفها لنفسك يعني انت مش مطالب بالحاجات دي بس ده هتعرفه لو انت هتشتغل معاك في الجاستروانترولوجي محتاج تعرف الحاجات اللي انا بقولها. ريسك ستراتيفيكيشن يعني ايه ريسك ستراتيفيكيشن؟ لما بيجي لك مريض شيست بين خدت شيست بين؟ اللي ما يعرفش شيست بين ما ينفعش يبقى دكتور. اللي ما يعرفش ديفرنشال ديجنوستيك شيست بين المفروض ما ياخدش الشهاده اساسا. تمام؟ المهم لما يجي لك شيست بين بتبدا تاخد المريض هيستوري وتحط ريسك. في مريض هتبعته الاي سي يو في مريض لا هتعمل له اي سي جي عندك في الطوارئ. نفس القصه بالظبط. جاي لك مريض بجي اي تي بليدنج. فيهم واحد هيموت فلازم تدي له برايورتي ترمي اللي باقيين وتشوفه يعني انت داخل لك 4 بليدنج في نفس الوقت، 4 مرضى داخلين في البيت وانت لوحدك اللي موجود. في واحد من الاربعه ده هتروح عامل التنين كده وداخل عليه. لانه هو ده اللي هيموت، ده لو ما لحقتوش يو لوز. تمام؟ حاجة تانية وانت قاعد الأربعة جايين لك وعمال تسمع منهم في واحد منهم هتقول له علاج وروح واحد منهم يقول له اطلع فوق عشان انت داخل المناظير. دي فايدة ريسك سيرتيفيكيشن ان انا بقسم المرضى لبرايورتيز. برايورتي في الكير وفي الاندوسكوبي. هجيب لكم مثالين بس. مثال للمورتاليتي مين المريض اللي انك تخاف انه هيموت منك فتدي له أولوية عن بقية المرضى في المانجمنت وبعد كده تروح التانيين مش هتسيبهم برضه. ومين المريض اللي هيعمل يبيت في المستشفى عشان هياخد علاج ويخش المنظار ومين اللي هتكتب له علاج وتقول له انت مش محتاج منظار. وصلت؟ ده معنى كلمه ريسك سيرتيفيكيشن. ايدنتيفاي بيشنتس ات ريسك فور ادفيرس اوتكمز اللي هو المورتاليتي ومين اللي هتوديه الاي سي يو اللي هتوديه العنبر. انت دلوقتي بيبقى
في السيستم بتاع الشغل في نايب في الاستقبال طبيب مقيم، وفي واحد في العنايه، وفي واحد في الدور. انت في العنايه في الاي ار بتعمل ريسسيتيشن، وبعدين بتكتب تذكره دخول للمريض، وانت اللي بتاخد القرار تحت دخول قسم الكبد والجهاز الهضمي، دخول الى العنايه المركز. ده قرارك انت على فكره، ده قرار الدكتور اللي قاعد في القرار. بس هو ما عليه اللي بيعمل ايه؟ يقول له سماع التليفون ويضرب يا بتاع العنايه، جاي لك حاله وانا طالع معاها، جاي لك حاله وطالع بيها العامل والممرضه، لانه في المرضى اللي هي ديناميك ان ستابيلتي ميديكال ليجال، انت اللي هتطلع المريض، يعني ما مش هيطلع لوحده، المريض في اورزوستيزس وهيضايع. تمام؟ فده برضه ميزه الريسك ستراتيفيكيشن، مين اللي هينام في العنبر وانت مطمن عليه، ومين اللي محتاج انك تدخله العنايه اندر كومبليت اوبزرفيشن، وزي ما تقول التايمنج اوف اندسكوب. روكال سكورنج سيستم ده من اكثر السيستمز اللي مستخدمه في العالم، يعني من كل السنترز، يعني او معظم السنترز المحترمه بتستخدم حاجه زي دي. الفكره ايه؟ انه بيعتمد على حاجات كلينيكال وحاجات في الاندسكوب. الحاجات الكلينيكال الايج، كل ما كبر الايج كل ما كان المريض ريسك فاكتورز، لان انتوا عارفين المرضى الكبار دول ما بيستحملوش الايه؟ الفاسكولار ديستربنس خالص. الشوك، كل ما كان الشوك اعلى كل ما كان الريسك اعلى. لو كوموربيديتي، تعرفين كل الاولد ايج عندهم كوموربيديتي، الكورونري هارت ديزيز، الرينال ديزيز، البرونكيال ازما، السيروزس، فكل ما كترت الحاجات دي بياخد سكور في الاخر عشان تبريدكت الايه؟ كل ما السكور عالي كل ما المورتاليتي زاد. خلي بالك دي مورتاليتي مش موربيديتي، مورتاليتي يعني المريض هيموت. يعني كل ما المريض عنده سبع فاكتورز نسبه الوفاه 50% وهو قاعد معاك في الطوارئ، حتى لو دخلته، يعني حتى لو هتعمل له ادميشن وتعمل له ستيتش، بس احتمال الوفاه 50%. بتعرف الريلاتيفز ان الوضع 1 2 3. تمام؟ ده سكور تاني معمول عشان الاندوسكوب اللي هو الباتش فور ده. مين اللي انت هتعمل له؟ هتدخله المناظير، برضه في عنده بارامترز البلاد يوريا والهيموجلوبين ميل وفي ميل والسيستوليك بلاد بريشر واذرز بقى، البالس كل ما يعلى جاي بيبلينا ولا لا، حصل له سينكوب اد بريزنتيشن ولا لا، وعنده ليفر ديزيز او كارديك ديزيز، وفي الاخر تدوله سكور، كل واحد بيدوا له سكور وجماعه له سكور في الاخر، وتدي برايورتي مين اللي هيخش المنظار. تمام؟ المرضى اللي هم دول مش محتاجين منظار، من تحت لازم يخش المنظار. تمام؟ التفاصيل ما تقولش ولا بتاع، بس الفكره ان كل ما كان المريض جاي بشوك والبليدنج بتاعه زي ما تلبس او البليدنج ريد، وكل ما كان هو فارسيال اكتر من نون فارسيال، وعنده كوموربيد يعني كاردياك او تشيست او كلام من ده، واولد ايج، كل ما كان نزل احتمالات او سوء البروجنوز اعلى. وده اللي بيتحسب في السكور اللي قلت لك عليه، انك في الاخر محتاج تدي للمرضى. ده برضه من ضمن الحاجات الميديكال ليجل، انك تقعد مع الريلاتيفز تعرف احنا وضع 1 2 3 زي شوف شفتوا الرانسوم كراتيريا بتاع الماكراتاتس، مش خدتوا ماكراتاتس؟ الرانسوم كريتيريا بتحطها في الاول عشان في الاخر تبردكت الموربيتي والمورداليتي، بيفيدك ككلينيشن عشان تشوف انت هتعمل ايه، وبتعرف الريلاتيفز ان احنا عندنا 1 2 3 فانتوا معانا في البروجنوز. تمام؟ المريض اللي هو ريكارنت بليدنج، المريض اللي نزف مره ونزف بعدها في ويزن شورت بيريود، غالبا غالبا بيفيص. تمام؟ يبقى انا دلوقتي وانا في الطوارئ، كل ده وانا في الطوارئ وانت لوحدك. المريض جالي خدت منه هيستوري وانا بعمل له اكزامينيشن، والمريضه سحبت لاب وبدات اطيب المريض احطه في الريسك. هبدا بقى خلاص هديسبوز المريض، هحوله العنبر او هحوله العنايه. بس انا اللي هكتب العنوان. في معظم الاحيان طبيب الاي ار او اللي في العياده هو اللي بيكتب العنايه، مش المريض، مش الدكتور اللي فوق. الا بقى لو احنا عندنا كلاودرز وبنقول له ايه؟ او المريض من الاول شوك وانت خدته على السرير وطلعت تجري على العنايه. لكن في الغالب التذكره بتطلع من عندك مكتمله. انت محدد الديستنيشن، المريض ده هيروح فين، وكاتب له العلاج بتاعه والانفستيجيشنز. تمام؟ طيب احنا لو هندي بقى التريتمنت، احنا زي ما قلت لكم في المانجمنت هنقسمها فارسيل ونون فارسيل، لان هم دول ذا موست كوم. النون فارسيل لما نتكلم على بيبتيك السر ديزيز، فلما تيجي تتكلم على التريتمنت بقى دي للمريض، يبقى بي بي اي على طول. بندي 80 مللي جرام انترا فينس بولس، وبعدين ندي 8 مللي جرام بالاور كونتينيوس انفيوجن، في حاجه اسمها انفيوجن بامب كده بتعيرها وتديها المعادله وهي ايه؟ تدي المريض. As soon as ان المريض بينزف هيمشي على البي بي اي، وبنكمل 72 ساعه بعد البليدنج ما يستوبس، وبعدين نقلبه على اورال بي بي اي.
البي اي فايدتها ايه؟ انت عارفين لما بيحصل بليدنج هو غالبا اصلا بليدنج سبونتينيوس ستوب في حوالي 80%، لكن الريسك بليدنج موجوده. لو انت عندك حادثه وفيها بلود فيزل بينزل وتكون عليه البلاد كلوت والبليدنج واقف، اول ما يحصل دايجيشن البلاد كلوت ديت هينزل فين؟ فانت محتاج تديله تريتمنت اللي هو البي بي اي، بتمنع بتقلل الاسيديتي فمفيش حاجه بتاكل في البلاد كلوت، فتبدا الكلوت ايه؟ مكانها وستيبل، فتمنع الريسك في ايه؟ اوف ريد. في كونسنسس عالمي انه اي وحده مناظير ما تعملش منظار طوارئ في خلال 12 ل 24 ساعه ات ماكسيمم شود بي كلوزد. يعني لو انت في مستشفى شغال، عشان الكلام ده بنشوفه كتير، حد من بيقرا هنا؟ احنا في بيقرا لما يبقى في مستشفى المسلمين عشان عندنا مناظير هنا. لو انا مش موجود او الدكتور بقى مش موجود، التليفون بيكلمونا الشباب اللي موجود. لو احنا في احدى الاثنين مش هنبقى افيلابل، ما بندخلش المريض اصلا. المريض ما تدخلوش في المستشفى. لان لو دخلته المفروض تعمل له مزاد خلال 24 ساعه. لو ما عملتوش مزاد يبقى انت اجرمت في حقك. فاي مريض هينزف شود بي ان ذا سكوب ويزن 24 اورز ات ماكسيمم. الا لو في موانع بقى دي قصه ثانيه، لكن يبقى في عندك بوليسي في المستشفى. ليه؟ لانه بعد 24 ساعه هينزف ثاني. ولو نزف ثاني الريسك في مورتاليتي بتعلى زي ما كنت بقول لكم. اقول لكم شويه ايه لو نزف تاني هيفيض. تمام؟ الكلام ده في حاجه اسمها فورستيك برضه نفس القصه ريسك ستراتيفيكيشن. مين المريض اللي انت ايه هتعمل له اندوسكوب وهتعالجه وانت بتعمل منظار؟ لانه انا نسيت اقول، انا اسف، انه في الدياجنوستيك ورك اب المنظار، يعني المنظار انت بتعمله لهدفين، هدف تشخيصي وهدف علاجي في نفس الوقت. يعني هو دايجنوستيك ثيرابيوتيك، بس مش هو الاولويه. الاولويه اللي ريسسيتيشن، يجي لي المريض اعمل له ريسسيتيشن واظبطه واقول له اطلع فوق، هيخش المنظار، خش المنظار هيشخص ويعالج في نفس الوقت. يعني انا هدخل لقيت فارسس خلاص ده 100% خلاص مفيش دوت ده، بس هحقنها او هربطها او زي ما هنقول دلوقتي. لقيت بيرتك السر، لو بيرتك السر بليد او فيها ريسك انها تنزف او هتنزف لازم عليك الريسك. في حاجه اسمها فورست كلاسيفيكيشن للالسر بليدنج. التبصر هتقول لو انا لقيت المريض بتاع البيبتيك السر، احنا دلوقتي بنتكلم في النون فارسيل بليدنج، لو لقيت المريض بينزف هعمل له انترفينشن، يو نو هحكويه زي ما هقول دلوقتي. لقيت المريض نزف من فتره قريبه يعني في استجماته موجوده، برضه هعمل له انترفينشن. لقيت الالسر كلينو كويسه يبقى خلاص ملوش لازم ان انا اعمل حاجه، يعني التفاصيل هتيجي حاجه. ده الفورست كلاسيفيكيشن موجود عندكم في الكتاب برضه. ده محطوط عشان لما تخش بالمنظار وتلاقي الالسر في فورست واحد، يعني المريض بينزل دلوقتي او عليه بلاد كلوت زي ما هجيب الصور دلوقتي، محتاج انك تعمل له ايه؟ انترفينشن دلوقتي، لان ده بينزل. ده فورست 1 ايه؟ فورست 1 يعني اكتف بليدنج، فورست ده اسم واحد. كلاس ايه؟ يعني المريض بينزل، يا اما النزيف يبقى خرطوم دم زي ما انتم شايفين سبيرتر، بنقول عليه سبيرتر، بيرش كده. ده لازم تخش تحقن البليدنج فيزل او تحط عليه اي حاجه او تكوين او فورست بي بيخرخر. تمام؟ عمال يسح كده زي ما بيقول. دول الاثنين فورست اي وبي دول كلاس واحد، دول لازم يتعالج بالمنظار لما نخش بالمنظار ونلاقيهم، يعني شخصنا الالسر ولقيناها بتنزف وهنعالجها برضه. او فورست اثنين. فورست اثنين متقسم ثلاثه كلاس، فورست اي اللي انت شايفه النقطه السوداء ايه؟ دي بلاد فيزل. ده بلاد فيزل اسمه فيزيبل فين او فيزيبل فيزل. ده عليه بلاد كلوت، اول ما الاسيد هياكلها هينزف كده، فده لازم يتعالج بالمنظار، يعني تكويه او تحقن حواليه حاجه زي ما هنقول بعد شويه. ده فورست 1 اي. ده 1 بي، انت شايفه دي ايه؟ حد يقول يا جماعه انتوا هنا ولا مش معانا؟ ها؟ هاي بلاد كلوت، برافو عليكم. دي بلاد كلوت، بعد فتره الاسيد هياكلها ويفتح تاني المريض ينزف، فده لازم في ايه؟ تعالوا. نعم؟ ليه؟ دي بلاد كلوت، بص هنا معلش. واضحة هنا؟ ده بلاد فيزل. أرتري هيفتح بعد شوية. دي فورست سيبا، يعني بدأ في أسيد هيماتين، ودي ما تخافش منها، يعني لو لقيت منظر البيرفكت ألسر زي دي خلاص ذيس إز فور ميديكال تريتمنت. ودي فورست ثلاثة اللي هي بقى الأرسل في مرحلة الهيلينج اللي أنت شايفه ده فايبر ستيشن.
فايبرين في البيز بتاع الالسر ودي اباوت تو بي هيلد الالسر. يعني الصور الثاني للحاجات ده هو دايجنوستيك سيرفيس بتاع الميزة الميزة اللي بتعمله الدايجنوستيك بس الاهم منه ما قبل المنظار. المنظار مهم جدا جدا لكن ما قبل المنظار اهم على الاقل بالنسبه لك انت اللي بيقعد ضد الاسكوبس وانت انت براكتشنر فمهمتك الاولى انك تحافظ على حياه المريض وبعدين انت قاعد انت تجرح بقى لسه بقى وقابلت المريض انت اللي عليك لو جيت النهارده في الطوارئ ظبطت المريض وكتبت له العلاج واديته محاليل وعملت له ستيشن اديته اكسجين وركبت له كالدين وبعته لي فوق انا هعمل له منظار لكن انت دورك اهم من دوري دلوقتي لما يجي لي منظار هخش اعمل له دايجنوستيك يعني هحلف الكوز اوف بليدنج از بيبتيك ألسر وهعالجها لو محتاج علاج بالمنظار في نفس الوقت. تمام يا جماعه؟ طب ايه الانترفنشنز اللي انا ممكن اعملها بالمنظار لحاله بليدنج بيبتيك ألسر؟ اول حاجه ان انا احقن تحت الايدج بتاع الألسر في محقن معين بنخش نحقن تحت الألسر. الحال ده ممكن يبقى صلاين وفكره الصلاين ايه؟ بيعمل كومبريشن يعني لو في ضرب زي ما بتشوف كده لو انا حطيت حواليه ميه بدا يضرب على ضرب زي ما على ما يبدا يحصل كوادويشن العادي. حاجه ثانيه احقن ادرينالين. ادرينالين بيعمل ايه؟ برضه كونسبريشن بيزك وبرضه انت بتحقن كميه فيعمل ايه؟ كومبريشن بيقول عليها لو كاشنج افكت. بعد كده سيرمال اجيب حاجة بروب كده واجع على الحتة اللي كانت دي واكويها تمام؟ او في حاجة اسمها هيمو كليبس اخش كده في كليبس بيروح لقط الاند وقافلها. قلت له يا زبالة ده ما تشغلش بالك بيه ده شغل احنا اشتغلناه لكن مش ستاندرد. الاي بي سي اللي هو اسمه ارجون بلازما كواجيوليشن ده موجود عندنا فوق. ارجون غاز الغاز بنطلعه ونطلع معاه كتر فيحرق البليدنج سبوت بنستخدمه كتير قوي في التلانجكتيزم. الهيمو سبراي، الهيمو سبراي دي صورها هتيجي بعد شويه ده جهاز اخترعوه الامريكان في حرب الخليج الجيش الامريكاني. بودره معينه محدش عارف تركبها بيروح رشش على الجرح. حاجه زي السمك كده ما تفهمش يعني هي بودره معموله بطريقه معينه بيرشها على اي جرح توقف البليدنج وينقله لك بقى تصرف انت معاه بتقعد لغايه 24 ساعه فبتقفل الدنيا خالص. تخش تلاقي نافوره دم ما انتش تلاقي مكان تعالجه ترش وتخش تاني يوم او بعدها ب 12 ساعه بيكون الدنيا بقى فضيت ما عادش فيه بلاد فتشوف تقدر تمانج البيشنت كويس. لكن الجايد لاينز بتقول ان كومباينيشن ثيرابي هو الستاندرد اوف كير للتريتمنت اوف بليدنج بيبتيك ألسر. لو انا بعالج بليدنج بيبتيك ألسر اي هاف تو دو تو مانوفرز. هاحن ادرينالين واكو بالارجو بلازم. هاحن ادرينالين واكو بالكتر. لكن واحده الوحيده غالبا بيجي المريض بري بليدنج هنا. تمام؟ زي ما قلنا قبل كده المريض بعد الالسر انت بتمشيه طول الفتره دي على الانترافينس بي بي اي وبيقعد لمده 72 ساعه على الانترافينس بي بي اي وبعدين بتقلبه على اورال بي بي اي. دول نقطتين مهمين المفروض يكونوا اتشرحوا مع الاتش بايلوري انه في ريسك فاكتورز او مجموعه ريسك جروب المفروض تدور فيهم على الاتش بايلوري. لو مريض جه بيبقى السر لازم تعمل له تيست فور اتش بايلوري ولو موجوده تعمل له ايه؟ تريت تيست اند تريت لانه احد اسباب اوف ريكرنس البيبتيك ألسر هو وجود الايه؟ اتش بايلوري. الحاجه الثانيه ودي مجموعه هتشوفوها كتير الناس اللي بتاخد نان استرويد دول ما اكسبهم فمحتاج انك تدي للمريض ده على طول ياخد بي بي اي كبروفايلاكسس. المرضى اللي بياخدوا كلوبيدو جليل واسبرين ودول مجموعه مش قليله على فكره موجوده كتير. يجي مريض كاردياك مركب عامل بي سي اي ومركب ستنت وبياخد اسبرين وده وعملت له منظار ولقيته ألسر أو فارس وربطتها ياخد الأسر من بلابكس ولا مفروش؟ حد يقول؟ مفروض لأ. قولي؟ لأ. ليه؟ إيه بيعملوش؟ ماشي كلامك. حد يقول رأيه مخالف أو مكمل؟ نشوف الريسك بنفيت ريشيو. نشوف إيه؟ الريسك بنفيت ريشيو نشوف أني أهم. شكرا جزيلا. هو مين اللي هيموت المريض؟ البليدنج ولا الام اي؟ البليدنج دخلت وعملت انجكشن وربطت مين اللي هيموت المريض؟ الام اي. الام اي هيموت من الام اي.
وانس البريدنج كنترول ابدا الحاجات دي على طول. احنا كنت بقول من شويه ايه مهمتك تو سيف ذا لايف اوف ذا بيشنت اللي هيموته الام اي مش خلاص البريدنج ستوب ولو رجع تاني ري بريدنج واحنا نعمل له منظار تاني ونعد تمام. Not dying is more important than not to rebleed. تمام؟ يعني خلاص البليدنج الاولاني كنترول ده توقف فتره البليدنج وعملت انترفيشن وربنا يسر الامور عدت ريسيوم بقى الحاجات ايه؟ اسن از انها ايه؟ انديكيتد. في ناس بتاخد اسبرين كده يقول لك بس انا بجيلي صداع. ده احنا بنتكلم على واحد هاي ريسك. ده كان توك على النون فارسيال ابر جي اي تي بليدنج اللي هو موستلي بيبتيك ألسر. حد يحب يسالني فيه عن حاجه؟ هل في حاجه واحده؟ دي باد نيوز حقيقه انه تلت السيروتيك بيشنت بيجي لهم فارسيال بليدنج على الاقل ان لم يكن اكتر. ان تلت اللي جالهم اكيوت اتاك بيموتوا. انه تلت اللي عدوا من المره الاولانيه بينزفوا في خلال شهرين. وتلت الناس بيعيش فور وان يير. يعني كلها باد نيوز الحقيقه. ده معناه ايه؟ ان الفارسيال بليدنج كومن واجريسيف وفيتال ومحتاج انك تريمايند. عشان كده طلع ريكومنديشنز في الجايد لاينز انه اي مريض عنده ليفر سيروز المفروض يعمل سكريننج ابر جي اي تي اندوسكوبي. بتقول للمريض تعالى اعمل ابر جي اي تي اندوسكوبي كانك بتقول له تعمل موت فيها كابورفيلاكس برايمري بروفيلاكس كان موت كل خطوه على طول قريب برايمري بروفيلاكس للفارسيس ان انا اعمل سكريننج اندوسكوبي لكل الناس حتى يوم دايجنوز هو على حسب دخلت ما لقيتش دوالي بعد ثلاث سنين ابص عليه كام مره لقيت دوالي صغيره ممكن ابص عليه بعد سنه لقيت في دوالي كبيره اربطها على طول في نفس الوقت عشان اقلل ريسكه في ايه؟ في بليدنج بالبريدكتورز اللي الفارسيال بليدنج كل ما المريض عمره يطول يعني كبير في السن كل ما كان عنده سيفيرتي اوف ليفر ديزيز يعني دي كومبنسيشن اكتر تشيل سي كل ما كان السبلين كتير والصفائح تسقط معناه ان المريض عنده بس وده احنا بنعمله سكريننج في العياده يعني ده براكتس لما بيجي مريض سيروتك وتلاقي عنده سبلين ميجالي والبليتلت ساقطه انا بانسيست ان هو لازم يجي يعمل منظار 90% منهم بيخافوا وما بيجيش ال 10% اللي بيجوا 9 يعني 90% منهم بيطلع عندهم فارسز وات ايفر ذا جريد بقى تمام واضحه يعني اي مريض سيروتك خاصه لو عنده سبلين ميجالي والصفائح نازله should be screened by our radiologist. التريتمنت اختصرناها في الجمله دي عشان نحفظها. فارسيال بليد يبقى فارسيال بي عشان التريتمنت اللاينز اوف تريتمنت. تمام؟ هنتكلم عليهم بالتفصيل حالا اهو بس افتكروها يعني فارسيال بليد بي كويس. الفازوكونستريكتور انا الفكره ايه؟ انا عايز ادي ادويه تعمل اسبلانكينك فازوكونستريكشن. يعني ايه اسبلانكينك؟ أحشاء الاحشاء ماشي والبورتل البابي ايوه عايز انا الفكره ايه؟ البورتل سيركيوليشن بيجمع البلد اللي جاي من الايه؟ من الجت اللي هو الاحشاء زي ما انت بتقول فانا عايز ادي حاجه تعمل فازوكونستريكشن البلد فيزل دي عشان اقلل البلد اللي رايح فين؟ في البليدنج كولاترالز اتوصل حاجات كتير احدث علاج فيهم اللي هو التيرليبريسين او اسمه في السوق جلايبريسين ده موجود افيلابل وممكن تديه لحالات سيفير بليدنج او لو ما عندكش منظار لو اتدبست في حاله وتديه كومبارابل في بعض الاستاذ انه زيه زي المنظار بيوقف البليدنج بنفس الريت اللي المنظار بيوقف فيه تمام الفازوبريسين اللي هو الاب بتاع المجموعه اصلا بس ده مشكلته انه يعمل ايه بليوري كورونري فازوكونستريكشن عشان كده المفروض قبل ما يحطه يعمل اي سي جي ولو مريض كارديك ما تديلوش ولو مضطر تدي لازم تدي معاه ايه نيتروجليسرين عشان ما يدخلش المريض بتاعك في ام اي السوماتوستاتين موجود لكن الاحدث منه الاكتيلوتايد اللي هو الانالوج بتاعه ده موجود ده بنستخدمه فعلا ده موجود في الماركت بنديه في الاول بولس وبعدين بنديه كونتينوس انفيوجن اب تو 5 دايز دي مجموعه اسمها سبلانكينج فازوكونستريكتورز التيرليبريسين او الجلايبريسين الفازوبريسين السوماتوستاتين والاكتيلوتايد اللي هو اسمه في السوق ساندوستاتين تمام اي مريض عنده جي اي تي بليدنج عنده ريسك اوف انفكشن يعني المريض لما ينزل البلاد اللي موجود في الجاف ده اذا جود ميديا فور انفكشن فالمريض ده صح انه ياخد بروكولاتيك انتي بيوتيك يا اما ياخد سيفتراياكسون وانس دي لمده سبع ايام او ياخد نور فلوكسيسين دي حاجه تشتغل على ايه؟ لوكال ابسون ولا على الجاف الريزا سيتيشن
ثم الريسسيتيشن ثم الريسسيتيشن. تمام؟ ده يعني اتكلمنا ليه باستفاضه مش عايزين نفس الكلام، بس افويد اكسسيف رابيد اوفر اكسبانشن اوف السيركيوليشن، لان ده بيزود البورتال بريشر وممكن يزود الريسك في ايه؟ فريد ليدنج تاني. بعد كده الاندوسكوبي. اندوسكوبي دياجنوستيك ثيرابيوتيك في نفس الوقت. دياجنوستيك ثيرابيوتيك لقيت فارسز يا اما هعمل لها اندوسكوبي بلاد ليجيشن هربطها او هحقنها، ولو دواء المعده هحقنها بماده معينه اسمها الهيستوكرين او الامكريليت. تمام؟ وباخد بس المريض لو عندي جاي في ديب كوما او البليفنج ماسك قلت ان احنا ممكن ايه؟ نعمل له انتو اندوتراكيال انفيجيشن. دي صوره البلاد ليجيشن زي فكره الزقزيقه اللي بنعملها بتاعت البالونه دي او اللبان. طيب المريض بتاع الفارسس، احنا بنتكلم عن مريض الفارسس دلوقتي، المريض جه وعملت له ريسستيشن وظبطه ودخلته المضاد والمضاد ربط الدوائر او حقن الدوائر او ما عرفش يحقن الدوائر. يعني ربط او حقن المريض نزل او ما عرفناش تربط الدوائر لسبب ما او البريدنج سيفير من الاول. في اذر الترنتيفز حاجات ثانيه ممكن تساعد. اول حاجه حاجه اسمها التبس. عارفين التبس ايه؟ سمعتوا عنها؟ اللي هو ترانس جاجولار انترهيماتيك. الفكره ان انا اوصل البورتال فين اللي هو بيجمع البلد من الجلط بقى الاحشاء زي بروجن على سيستميك سيركيوليشن، فبيخش بتوع الاشعه يعملوها يحطوا جوه الليفر دعامه بمقاسات واطروف معينه تسحب الدم تفضي لك خالص البورتال سيركيوليشن، فالمريض البريدنج افكتيف جدا. لكن مشكلتها ايه؟ الكفاله بس. الريسك في الكفاله بس عاليه جدا والكوست، وعايزه مكان اكسبيرينس مش اي حد يشغل الكلام ده. بنحبها قوي لو انت عندك بقى مريض فيه فانتال فانسز كبيره. فانتال فانسز دي قنبله موقوته، لو شفت حالات يعني لما بيفتح ما بيقفش، وساعات تلاقي مثلا عنده حاجه زي البرتقانه كده لو دخلت تحقن فيه المكان، بس المكان دخولك الحقن ده اللي هيخلي هينزل، فبتبقى خايف جدا. فده الاستثناء بتاع التبس بالنسبه للفارسيال بليدنج لما يبقى فيه فاند الفارس، ده احسن انديكيشن ليه. او ساعات يخش بتوع الاشعه برضه ريترو جريد كده ويحقنه الفاند الفارس ده بحاجه اسمها بيرتو تكنيك، ما تظنش بقى يعني كلام سوفيستيكيت، بيرتو يعني يخش عكسي ويخش يحل الكولاترالز اللي موجوده ايه اللي عامل القناه اللي بس ستانج ستيك. ستانج ستيك ديت دي اللي اكيد الله يرحمه عبد الحليم حافظ السبعينات. السبعينات ما كانش الوظيفه طلعت لسه، يعني وظيفه لسه ما كانش هنا طبعا الوظيفه. اول ما وصلت عملت تقريبا سنه 79. تمام؟ فكان الفتره دي كلها كان ستانج ستيك اللي هي الكورنر ستون التريتمنت اوف فارسيال بليدنج. شفتوها؟ عندنا احنا عندنا 2000 واحده فوق. نجيب لكم واحده نورداكم ان شاء الله. الفكره هي فيها بالونتين، هي انبوبه ليها ثلاث مخارج. لا مخرج واحد بيطلع منه ثلاث فروع، فرع يعمل سكشن من الاستومك كانك مراكب رايح بتتم بتاعتها، فممكن استخدمه في الغسيل. يعني بعد ما اركبها اعمل منه غوش، اودي منه لاكتيولوز، اودي منه كاساليتك او اي حاجه، اودي منه اي شيء. الحاجه الثانيه بالونتين، واحده اسوفجيال بالون، واحده جاستريك بالون. جاستريك بالون بتبقى جلوبلر كده زي البرتقال. دي بتاخدها بحوالي 300 سم هواء او 300 سم ميه. وبروح لافف على ايدي كده شيل جامد جدا عشان احشرها فين؟ الكارديو. هو المشكله الاسوفجيال فارسز ايه؟ بتملى من تحت لفوق. في حاجه هنا اسمها بيرفوريتورز، سمعت عنها؟ في الفينوس انادو بتاع الاسوفيجاس ده اللي بقوله بتاع الاسوفيجاس عندي ميوكوزا. تمام؟ اللي هو الترانسفيرس كوميس اوبسيليا. في بلاد فيزلز جوه هنا اسمها ايه؟ انترا ايبسيليا جوه الايبسيليا. وبعدين هنا سب ميوكوزا الفينس. تمام؟ وفي حاجه اسمها بيرفوريتورز، ده خلي بالك احنا معلش كبرنا، ده الوول بتاع السيرفيس كله، ده الوول. اللايرز بتاعته. البيرفوريتورز ديت بتوصلها لحاجه اسمها ايه؟ ادفنتيشيس فينز او بيرفوريتورز فينز. البيرفوريتورز دول اللي هم بيملوا من بره لجوه هم دول المشكله. هم دول اللي بيخلوا يظهر الدوالي هنا اللي انت لمسيها دي الصغيره دي تكبر. والسب يجوزها دي تكبر، هم دول اللي احنا بنحقنهم او بنربطهم. لكن ما بنوصلش هنا. ما بنوصلش البرفوريتورز، البرفوريتورز دول موجودين في اللور اوسوبيتس. يجيبوا الدم من بره يدخلوه هنا يبدا من فوق لتحت. تمام؟
عشان كده لو انا جيت عملت بريشر بقى على السفلس من تحت هقفل الدم. وصلت؟ هقول تاني. الفينس هناخد من السفلس اول صفحه الكتاب. اول صفحه الكتاب اللي معاك. في انترا ميسيليال نيتورك اوف فينس. وبعدين في صب ميوكوزال فينس وفي حاجه اسمها بيرفوريتورز. وفي باراسوفيجيال فينس. البلد المفروض بيجي من البرفوريتورز يخش على الصب ميوكوزال على الانترا ميسيليال. في النورمال انا عندي بريشر عادي في الحاجات نورمال. في البورتال هايبرتنشن الدنيا مقفوله عند البورتال فالدم يبدا يتحول على الكولاترال. هنا مليان بالفريدوز تودي للسب ميوكوزال والانترا ميسيليال اللي يودوه لايه؟ الفارسز. لما بنيجي نربط او نحقن بنربط او نحقن دول اللي هم دول اكسسبل بالنسبه لنا. البرفوريتورز دي ما بنحقنهاش. كنا بنستخدم ماده اسمها دي سانولا مين كوليه اللي بنحقن بيه. ده كان ميزته عن البندلايجيشن ايه؟ ان لما تحقن هنا يعني ده مثال كبرنا ده بين انت حقنت فيه بخش وبحقن من اليوم كده. صح؟ ده قفل. جزء منه كان يسرح في البرفوريتورز ويقفلهم. عشان كده هو سوبيريور في بعض الاحيان عن البند الليجيشن. البند بيقفل دي بس. لكن مثل الماده الحقنه انها ساعات بتسرح هنا. وده اللي بيخليها في بعض الاحيان تعمل بالونر امبوليزم. انا شفت حالتين بالونر امبوليزم من الانجكشن. ليه؟ لانه بيسرح في البلاد بيزز ويقف. وصلت؟ دي حاجه بره القصه اللي بتكلم فيها بس دي علاقه معلومه كويسه. الفكره ايه؟ انا عندي هنا الاسلوب اكاد. فلما انفخ البالونه هنا واشدها لفوق بحشرها هنا فاكسيت سم سورت اوف بريشر فتروح قفلني جوه. وصلت؟ هي فيها زي ما قلت لكم الجاستريك بالون دي كبيره بروح بعد ما انفخها وبروح قافل بالكليبسات اللي في الحد البؤري واروح انا كنت عمل يعني اكثر مره بتروح شارب جامد جدا عشان تحشرها في الايه؟ وتروح لافع عليها هنا بمصر عشان بتطلع من تاون الجزء العمريه عشان ما تخش لجوه تاني وتروح مركب فيها ايه؟ ازازتين محلول وتدللهم من السرير. تمام؟ عشان تبقى انت دايما في بريشر عليك. الاسوفاجيه دي ممكن تحقنها ممكن ما تحقنهاش. تخيل بقى يعني دي مش اساسي، الاساسي دي. دي بقى لما تنفخها شويه بس البريشر قليل بتضغط على ايه؟ على حته اللي بتصير وتسبب كله فتوقف لك كمان نزيد لكن الاهم منها ايه؟ المشكله هنا لو نفخت دي بزياده تعمل ايه؟ بتوسع في بس يلاقي بقى انت البالونه دي فوق وده الكوميونيكيشن بتاعك. وصلت؟ يعني انا بقيت بحقن مثلا دي 300 سنه صار يعني فيها 300 بريشر اللي هنا دي اللي هي الاسوفجيال اللي هتبقى هنا كده بنحقنها ب 40 مللي ميه يعني في بتاع اللي هو المعيار ده اسمه ايه؟ الضغط. في بقى مقاس الضغط هتلاقيه مرسوم عندك اهو. البريشر بيز بريشر بنحقن هنا 40 سم ميه. مش مليمتر زي ما كده عشان يبقى بريشر قليل. فانت بالتبعيه لما تبدا اليوم بتاعك هيضغط على البلاد بريشر يوقف النزيف. لكن لو انت نفختها قوي وسعتك الاسوفجاس فتحت السكه للبالونه. يعني انا شفت ليه قبل كده؟ تلاقي البالونه في زور المريض. وبرضه ممكن الاسبيرين ويموت. من البالون. الحاجه الثانيه بتبقى مشدوده هنا فبتعمل نكروزس في ايه؟ في النيزل سيبر لان هي المفروض تشد في خلال 24 ساعه الاكثر والصح 12 ساعه. بنركبها امتى؟ لو انت مثلا قاعد في حباطه. حباطه دي من ليبيا او رحت لسيوا مثلا وجاي لك مريض بهيماتيمسيس. تمام وما عندكش غير سانج ستيك. ركب له السانج ستيكن وابعته على اقرب مستشفى. بالليل الساعة 3 بالليل المريض بينزف ومفيش حد مناظير لا حد هيرد ولا حد بيرد ولو رد مش هيجي لك وانت محتاج تركب المريض سانج ستيك ان المريض هيموت في الظروف اللي زي دي. وتاني يوم لازم نخش في اقرب ليستا وبتتشال اون تيبل على بتاع المناظير يعني بتشيلها والمريض نايم على ايه؟ على السرير بتاع النظام. تمام؟ دي فترة من الفترات كانت هي اللي زي ما قلت لكم ايام الله يرحمه ابراهيم حمص كانت هي موجودة بس. فكرة انك تضغط على الوول دي موجودة بايه؟ في الاستنت. ان انا في ستنت كده معموله كفرد ستنت بتحط في الاسوفجاس مش عندنا كتير او ما استخدمناش خالص هنا لكن في اماكن بتستخدمها يخش يحطها في المريء فتضغط على الوولز وتوقف البليدنج. دي الهيموس بليد ده الجهاز ده موجود ب 9000 جنيه مش غالي موجود عندنا احنا 2 3 في الطوارئ يعني موجودين عندنا في المستشفى بس الحمد لله ما استخدمناهمش لغايه دلوقتي بس فائدتهم ان يعني زيس سبراي سيفد لايفز. المريض بينزف مش قادر توقف النزيف مش شايف مكان النزيف بتخش ترش كده بسرعه معينه
توقف النزيف بعد 24 ساعه الاكثر تخش تلاقي الدنيا كلير وكلير تشوف انت السورس جاي منين وتبدا تتعامل معاه. بعد المريض بقى مخلص عندك وبقى كويس وزي الفل وهيروح بتديله بيتا بلوكر نان سيلكتيف بيتا بلوكر كسكندري بروفيلاكس والكلام ده برضه اعتقد المفروض تكون خطوبه على طول قريب. وبتديله ميعاد متابعه بدل ما يجيش لغايه ما تقفل ليه؟ ما تقفل ليه بس. كان زمان الجراحه كانت اوبشن مطروح في علاج الجي اي بليد قبل الايرا بتاعت المناظير. دلوقتي ما عدناش بنعمل سيرجري الا في حالات فيري سيلكتيف. يعني مريض مثلا عنده جوبتك السر وفيها فيزابل فين وانت حقنته مره واثنين ومش قادر يقف. ما بتعملوش كده، بتجيب بتاع الاشعه يخش بتاع الاشعه بالانجيو ويحقنه ماده او جيل فوق. بتاع الاشعه فشل هيخش الجراحه. وغالبا المورتاليتي عاليه جدا. لان كل ما الجمهور بيبقى فيه بليدنج اكتر وماسف اكتر كل ما كان الريسك اوف. واحد عنده بورتال هايبرتنشن سيفير وكل ما تربطه ايه كل ما تربطه او تعمله منظار ينزف. ممكن كان زمان بتعمل حاجه اسمها شنطه هتاخده كان ان شاء الله مع الدكتور خالد السنه الجايه اللي هو ايه؟ توصل اي بلاد فيزل بالبورتال فين يسحب منه الايه؟ يعني كان يوصله مثلا الرينال فين يسحبه بالبورتال فيجي البلاد من البورتال على الرينال فين يخش على ايه؟ على الاي في سي على الارض. كان ما عادش بتعمل كتير برضه يعني فيري 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 سيلكت لو كومبليكيشنز. فالرول اوف سيرجري بقت ليميتد قوي لما طلعت المناظير وحاله القصه. في حاجه في الابر جي اي تي بليدنج مش واضحه؟ حد يحب يسال حاجه؟ في حاجه مش واضحه؟ سادة الزملاء طب في حاجه واضحه؟ ريسسيتيشن ريسسيتيشن ثم ريسسيتيشن. اللي هو الجي اي تي بليدنج في عجاله نسبته مش كتير لكن يعني الزملاء الجراحين بيشوفوه اكتر مننا في جلسه اوبريتيف لانه يعني موست كوزز سيرجيكال كوزز لكن محتاج انك تعرفه برضه لانه في حاجات ميديكال كوزز واحنا بالمناظير بدانا حاجات ناخد حاجات كتير من الجراحين. ذا موست كومن كوز اوف اللي هو الجي اي تي بليدنج از دايركت كوز تمام؟ لكن في اسباب كتير في الانجيوسبليزيا اللي هو الماسكولار مالفورميشن البايلز الكولايتس بجميع انواعه انفلاماتوري او غيره الماليجنسي كانسر كله ده حاجه بريفالنس او نسبه عاليه جدا الديلافوز ليجنز اللي كنا بنتكلم عليها في الاستومك ممكن كمان تلاقيها هنا. دي سود الديفرتيكولي دي سود البوليب شايفين البريك بتاعها؟ شايفينها؟ باينه؟ باينه يا جماعه؟ ده كانسر دي البايلز الانترنال بايلز الاسمر اللي فوق دي شايفين في حاجه سمراء فوق؟ سيست ده هو ايه؟ وده هو ايه؟ ده اللي هو النص اللي هو ده؟ اللي ده ده؟ تمام الاثنين ده ايه؟ قولوا بلاد بلاد حد رأي تاني؟ ده منظار لكن عنده مش مجمعين حاجة ده منظار بس لافف وصلت؟ احنا كده جوه القولون الاندوسكوبيست هنا بره واقف هنا المنظار داخل ولا لف كده؟ المنظار المفروض العدسة على ببص لقدام لا ده لف فيه وعامل له كده بصينا على دي انترنال بايت يعني الجراح ممكن مش هتبقى موجوده بره يعني تيجي تعمل لوكال اكزامينشن بير هنا مش هتلاقي البايت دي موجود دي بتشغل الموضوع بس وصلت؟ مش ليه بيجي في الهضم في الهضم في الهضم برضه زي ما قلنا كنا بنتكلم في ايرجنت اندوسكوبي بيتعمل في خلال 24 ساعه الايرجنت كولونوسكوبي لو احتاجته بتعمله في خلال المفروض 12 ساعه ده لا يبقى فيه كرايس وفيه بليدنج بس باين الصورة؟ اللوكاليزيشن للسورس اوف بليدنج بيكون صعب مش زي الابر يعني في شيء من الصعوبة اولا القولون متعدد جدا ساعات يوميس ليجنز ايفن في الناس اللي هم مش بليدنج يعني تخيل ان احنا بنعمل مزار قولوني
في نسبه لا تقل عن 10-15% بنفقد ليجنز، وان المريض متحضر كويس كل حاجه موجوده، فما بالك انت داخل اصلا في واحد بينزف، ففي في فرصه انك تمسي الليجنز وانت بتعمل كولونسكوب في ايمرجنسي. فيعني في جرون جرول بقى للايمجنج بيتعامل بتوع الاشعه فعلا لهم دور كبير هنا. في حاجتين بيتعملوا اللي هو التاج ار بي سي سكان، بس ده مكلف ومش موجود عندنا، يعني ده بيعتمد على حاجات مش نظائر مشعه، ان يتاج يدي ار بي سي للمريض عليها راديو اكتيف ايزوتوب ويصوروا حاجه اسمها جاما كاميرا يشوف السورس منين بالظبط يحددوا لك. طبعا ده كلام مش عندنا. حاجه ثانيه الجيوغرافي، يخش يحقن داي يحقن داي ويصور برده على جهاز سي تي يقول لك البلينج ده موجود وبيتعمل وله رول كبيره، خاصه لو انت قلت لك بتخش بالمجال القولوني وانت مش قادر تحدد السورس اوف بلينج. الريسستيشن هو زي الابر، يعني اي بي سي كلام ده ثابت في كل حاجه تمام. السيرجري لها هنا رول اكتر من الابر جياتي بلينج. الابر جياتي بلينج الى حد كبير يعني ما عدناش بنعمل، يعني نادرا لما تسمع ان واحد عنده ابر جياتي بلينج داخل جراحه، لكن واحد عنده لور جياتي بلينج في جراحه كتير، لان عندك حاجات سيرجيكال يعني البايل سيرجيكال، الفيشر سيرجيكال، كانسر كولون سيرجيكال، الدايفيرتيكولايتس بعد حاجه بتبقى حاجات كتير سيرجيكال. فالرول اوف سيرجري هنا اعلى من الابر جي او تي في. ده اخر الشرايح اهو، يعني ذيس از فور انك تفهم بس، يعني ما تشغلش بالك. ده بيقول لك لو انت جالك مريض واحد فريش بليدنج بالريكتوم هيماتوكيزيا تتعامل معاه ازاي؟ احنا قلنا ان الهيماتوكيزيا موستلي لور جي اي تي سيمتوم، لكن في نسبه مش قليله ممكن يبقى ايه؟ ابر جي اي تي سيمتوم. فبقول لك لو جالك واحد مريض عنده ابر جي اي تي اللي هو هيماتوكيزيا ابر لور جي اي تي بليدنج، اسس الاكتيفيتي اوف بليدنج. تاسس الاكتيفيتي اوف بليدنج ازاي؟ عايز اسمع منكم. جميل. لو المريض عنده تاكي كارديا وهايبوتنشن اوزو سيس معناه المريض في ايه؟ في اكتف بليدنج. لو المريض مش في اكتف بليدنج، يعني هو جه قال لك انا جبت امبارح اهو امبارح نزيف لكن النهارده ما عنديش، وانت طمنت عليه وانت فحصت الايه والبالس وقلت زي الفل، معناه ان انت في مش في امرجنسي. فودي المريض في الريجولار رول بقى اللي هو ايه؟ حضر كويس للمضاد القولوني، بنسلم المريض قبلها بيومين وبندي له محلول معين كده للتحضير، فخلاص يجي يعمل مضاد في الليست العاديه. لكن لو لقيت اكتف بليدنج ما انتش عارف هل هو ابر ولا لور، تعمل ايه؟ ركب له نازل جاستريك تيوب واعمل اسبيريشن. لو لقيت بوزيتيف يبقى ده مش لور خالص، يبقى ده ايه؟ ماشي في سكه الابر وهيعمل اي جي دي، ده اللي هو ايه؟ اسوفاجو بس اللي بيصرف، هيعمل مضاد فوق ولو لقيت في ليجن عليه. لو لقيتهم الاول نيجاتيف برضه ما اقدرش اقول انه مش ابر. هتشوف لو المريض ده ريسك وفي لور جي ابر جي اي يبقى ستيل انت عندك سسبشن، ممكن تعمله مزار ابر. لقيت مفيش ريسك يبقى انت خلاص كده ايه؟ ماشي انك كولون الكوز. بص على المريض، لو لقيت المريض هيمودايناميكالي ستيبل ولا ان ستيبل؟ لو لقيت المريض ان ستيبل احسن من القولوني اعمل له الايمجنج اللي انا كنت بكلمك عليه. لو لقيت المريض ان ستيبل قبل ما تعمل ايرجنت كولونسكوبي اعمل ايه؟ تمام. يعني دي حاجه بس انت فور انترست، يعني انت مش مطالب بحاجه زي دي بس انت عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. اللي انا عايز اقوله انه البريورتي في المانجمنت اوف جي اي تي بليدنج لايه؟ ريسستيشن وكيرفل هيستوري تيكنج، لان ده اللي هيخليك تحدد. انت النهارده بتبقى شغال في وحده صحيه او في مستشفى مركزي ما عندكش وقت مناظير، لكن انت المريض جالك وهتلبسه يبقى انت تعمل معاه الصح. الصح انك تعمل له اكزامينشن سريع وتحدد الهيمودايناميك ستابيلتي بتاعته وتعمل له ريسستيشن، وفي اقرب فرصه ترانسفير المريض على طول. ده الرساله اللي عايز اوصلها لك از كلينيشن. هجمع بقى في اثنين سلايدز. اولويز جيت اوبجكتيف ديسكريبشن اوف كلر اوف ستول، يعني دايما اطمن خاصه لو انت عندك داوت ان المريض عنده بليدنج اعمل المريض بي ار مش عيب انك تتاكد ان المريض فعلا بليدنج، لان ساعات المريض يبقى كونفيوز، ساعات المريض بيكون ياخد اي ار ثيرابي والدنيا عنده كونفيوز لان الاي ار ثيرابي بيعمل بلاك ستول زيه زي مين بالظبط. سيفير هيماتوكيزيا يعني كان بي ابر خاصه ولو حتى النيزو جاستريك تيوب نيجاتيف، خاصه لو المريض هيمودايناميكال انستيبل معناه انه بينزف كتير والبلد ايه نازل بغزاره فمفيش وقت انه ايه يركب الجهاز الهضمي. اول بليدنج في معظم الاحيان ستوب تمام، لكن الريسك اوف ري بليدنج بتبقى عاليه جدا، عشان كده انت محتاج تاخد اكشن. يعني المريض لو جاي لك قال لك انا جبت مليون امبارح والنهارده الحمد لله زي الفل،
كتب لي بس الكون فيك ولا زي الفل. This is not correct. لان ده بريكس الاسد بنوع فيه. Early and aggressive resuscitation with supportive care ده مهم جدا in reducing the morbidity and mortality of the patient.